ولست الرئيس و وتمر لا رئيس اللجنة هو محافظ المحافظة أو من ينوبه في حال غيابه. فهذا الأمر واضح للجميع، وأبناء محافظة تعز أو مدينة تعز خصوصا يعرفون ذلك، فين ومتى حصلت هذه الاشتباكات أو سقوط هذه الضحايا، وحددناها بالأرقام وبالأسماء والتواريخ. يعني تجد مثلا على سبيل المثال في تاريخ 15/4 أول في المدينة، هذه طبعا كان قد حصلت حوادث خارج المدينة في بعض المديريات، محاولات اقتحام بعض المديريات والاستيلاء على المجمعات الحكومية. انتقلت بعدين القضية، وهذه بداية المشكلة أو بداية مرحلة العنف، لأنه لا أخفيك أن الأخوان الذين تبنوا وهؤلاء هم جزء في الساحات تبنوا قضية ما يسمى بالجناح العسكري أو المسلح في الساحات، كانوا في المرحلة الأولى عبارة عن تهيئة الشباب، تلقينهم ببعض الثقافات ببعض المعلومات، استعداء الآخرين، يعني التحريض على العنف، تحريض علني. لدينا وثائق مسجلة وبالإمكان أنا بعطيك نسخ من السيديهات هذه من داخل الساحة وفي المنصة كيف كان يتم تلقين الشباب، ما هي الثقافات هذه أو المعلومات التي كانوا يلقونها تجاه الطرف الآخر، ومنها أيضا المؤسسة الأمنية والعسكرية، يعني إلى أن أوصلوهم إلى مرحلة يعتبروهم أنهم أعداء أو خصوم. بس يبقى في الأخير هي معلومات، يعني لم ترتقي. لا هذه إن سلمت أنا يعني. تحريض علني، جريمة مشهودة، ليست في 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 دهاليز أو في غرف مغلقة، هذا أمام العلن. هب أخي عبد الله، لو أنني مثلا أنا حرضتك أو حرضتني بالكلام مثلا، القانون هؤلاء شباب في هذا السن عنده خواء ثقافي وعنده أيضا قصور، يتلقف كل ما يصله ويعتقد أنه هذا أمر مسلم به، حينما يقول أن هذه المنشآت مغتصبة ويجب استعادتها، أن هؤلاء الموظفين فاسدين ويجب أيضا إزاحتهم. طب أنت هذا الشباب هذا إثباتات هم لدينا الإثباتات وبإمكاننا. أنا أقول أنتم في الأخير يعني ما أنتم الجهة الأمنية في ذلك، يعني كان الواجب عليكم الحري بكم أن تأخذوا مثل هؤلاء الذين يحرضون على مثل هذه الأمور وتقدموهم للعدل. بالتأكيد تم ضبط بعض منهم وتم أيضا إحالتهم إلى النيابة، وللأسف أن استغلت هذه القضايا حينما كنا نقوم بضبط أحد الأشخاص من المحرضين أو الذين تسببوا في مثل هذه الإشكالات، يوجهون الجماهير من داخل الساحة إلى أمام إدارة البحث الجنائي أو إلى أمام النيابة، وبأعداد بالآلاف يعني يضعون هذه الجهات أمام أحد أمرين، إما أن يفرج عن هذا الشخص باعتبار أنه يتحدث أنه من الساحات ومن ما يسمى بالمعتصمين أو الثوار كما يسموهم، أو أن يواجهوا بالرصاص. وهنا إذا اقتحم هذا بالرصاص؟ إذا يحاولون اقتحام هذه المباني أو مثلا إدارة البحث لإخراج السجناء، هنا الحارس الحراس، أنا يعني دعني أوضح لك هذا الأمر. مثلا الحارس الذي في باب هذه الإدارة وعنده مجموعة من السجناء داخل إدارة البحث الجنائي أو في السجن المركزي، إذا ما جاء مجموعة تحت مظلة ما يسمى بالمسيرة أو المظاهرة يريدون أن يقتحمون المبنى هذا وهم مجموعة أفراد حراسات، يهجموا عليهم لأخذ أسلحتهم والدخول لفك السجون وإخراج السجناء، كيف يتصرف هذا؟ يرشهم بالماء؟ بس كيف عرفتم أنهم سيدخلون لإخراج؟ وصلوا إلى هذه الأماكن ولدينا تصوير ومسجل، وكانوا يهددوا ويعطوا أوقات محددة. هنا يضطر القاضي اللي هو وكيل النيابة المختص بالأمر بالإفراج خلافا للقانون، يقول هنا نحن أمام مشكلة، وأستطيع أن أقدم لك الدليل وبإمكانكم أن تسألوا القاضي الغزالي وكيل النيابة أو بعض القضاة الذين وقعوا في مثل هذا الأمور. هو بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يفرج عن هؤلاء الأشخاص الذين نتهمهم أنهم ارتكبوا جرائم في حق المجتمع. من أين جاء القتلى في بعض الحوادث؟ يعني هنا في أمام المحافظة حصل يقال مجموعة من القتلى. صحيح المفرد. صحيح لا ننكر حصل اشتباك أمام مبنى المحافظة، وكان أيضا عدة مرات محاولات الاقتحام وفي الليل، كنا لا نعرف أن المسيرات تسير في الليل إلا من حين وجدت مثل هذه الساحات مسيرات وتستخدم الأسلحة النارية، ولدينا الإثبات يستخدمون الملتوف والقوارير الحارقة التي تستخدم، واستخدموا أيضا يعني أدوات سلاح فتاك أدى إلى قتل عدد من الجنود. لدينا
الخناجر مثلا، يعني قتل معنا أو استشهد من أفراد الأمن معنا والجيش 21 شهيد، من فين قتلوا هؤلاء؟ على أيدي من؟ و301 جريح ومصاب، كلها أمام المنشآت هذه التي نتحدث عنها، مكتب التربية والتعليم، مبنى المحافظة، مكتب الخدمة المدنية، شركة النفط، قسم شرطة الجديري، قسم شرطة القاهرة، يعني أيضا في بعض المديريات الأخرى اللي خارج المدينة. الجندي هنا كيف يتصرف أمام القضية؟ هذا القضية يا أخي عبد الله ليست قضية جندي، إذا كان مثلا يعني يحصل في الطرف الآخر كما يقولون أن يحصل فيهم قتلى كثر جدا، القضية ليست قضية جندي. الجندي قد يطلق مثلا كل القضايا في 30 طلقة نارية إذا سمحت لي، يعني كم سيقتل منهم؟ يعني لو بالفعل، شوف، لو كان الجنود لديهم توجيهات لاستخدام الذخيرة الحية كان راحت الضحايا بالمئات، لكن هناك لديهم توجيهات بمنع استخدام الذخيرة الحية واستخدام الطلقات الهدف الجوي. اللي حصل أثناء الاشتباكات كان يصل إلى حد أنه يأخذ السلاح على الجندي، وكان يحصل إطلاق نار من جهات أخرى. وأود أن أوضح لك هنا وللأخوة المشاهدين أن كانت المسيرات هذه التي تمر بينها مسلحين ويتسترون ويحتمون بالبشر هؤلاء الذين يسيرهم وهم أبرياء بحسنية، ويحصل إطلاق نار، وأثبتنا هذا للنيابة، لدينا كل الملفات التي الآن أمام النيابة موثقة، وأحضرنا شهود عيان من الذين كانوا يشاركون في هذه المسيرات. لما عرفوا أن هناك من يستخدم السلاح الناري من المتظاهرين انسحبوا من الساحات وجاءوا وقدموا شهادتهم أمام النيابة العامة. بس البعض يقول أنه ربما أنه اسمح لي في ذلك، يعني قيل مثلا في بعض المظاهرات التي حصلت في صنعاء في فترة من فترات مناطق في الفترة الليلية كما تذكر أنت، مظاهرات في الليلية ومسيرات في الليلية، أنه كان في مندسين يدخلون بلباس مدني لا يعلم من أين أتوا في وسط هذه المظاهرات. طبعا هو ادعاءات هذه وكلام يروج له، الحقيقة هي التي يجب أن نصل يعني أن نحتكم إليها. أنا أقول لك الآن وتحدث عليك كلام مسؤول، لا أريد أن أروج لأشياء أو كما يطرح في وسائل الإعلام، لأنه كلامي محسوب، ولدينا أجهزة قضائية ومؤسسات مجتمع مدني، وعندنا يعني كثير من الجهات المحايدة التي تستطيع أن تقول هذا الكلام صحيح أو خطأ. القضايا التي حصلت فيها قتل هنا، سقط فيها قتلى أو جرحى، كلها محولة لدى النيابة. لماذا احنا حرصنا على تحويلها لدى النيابة؟ لو كنا نعرف من أجل أن تأخذ مجراها القانوني لا، أولا لإظهار الحقيقة، وثانيا لأنه يجب أن نعرف أنه دماء الناس هذه ليست هدر، الإنسان دمه يعني مصان في الشارع وفي القانون. بس المشكلة يا أستاذ عبد الله أن هذه الدماء تلحق غالبا بك أنت كمدير الأمن، يعني في عدن، أقصد في عدن عفوا، في عدن حصل كذلك في مثلا قضية المعلى مقتلة، حصل كذلك قضية جنائية مرفوعة ضد حققت فيها النيابات، حققت ووصلت فيها إلى نتائج وعرفوا وشكلت لجان سواء في عدن أو حتى هنا في تعز. بس هنالك قضية جنائية مرفوعة عليك في عدن منظورة أمام المحكمة اللي هو ما يسمى بقضية الدرويش، ويعني ما زالت أنت يعني حتى يقال أنه أصدر فيها بعض القضاء بعض الأحكام. هذه قضية ممنوع من الضبط الأمني، هي سياسية ليست قضية جنائية، لأنه لحد الآن وما روج له إعلاميا كلام خاطئ 100%. ما هو صواب؟ لم يحصل، هم ادعوا انه رفع عني صفة الضبطية القضائية، قيل كذلك، وهذا كلام ليس له اساس من الصحة، غير صحيح. ادعوا انه تم استدعائي الى المحكمة، وهذا كلام غير صحيح ايضا ولا يوجد، وكنت اتمنى لو اظهروا دليل واحد مادي يقول هذا. القضية هذه هي قضية عبارة عن قضية وفاة الشخص الذي الدرويش، هو توفي وفاة طبيعية داخل سجن البحث الجنائي، واتهموا السجان بأنه تعدى عليه أو ضربه، ومن ثم تم إسعافه وراح المستشفى وتوفي هناك. لم يستطيعوا أن يقدموا دليل على أنه اعتدي عليه من السجان. أطلق السجان هم كانوا يقول النيابة قررت أن يتم تشريح الجثة
فرفضوا تدخل طرف آخر كان أولياء الدم مقتنعين على أنه وكنا نحن معهم على أنه تشرح الجثة، وتقرير الطبيب الشرعي هو الذي يحدد ما إذا كان هناك سبب جنائي للوفاة أو أنها وفاة طبيعية. فكانت في البداية الأمور ماشية طبيعية إلى أن تدخل الجانب السياسي وما سمي بالحراك وتبنوا القضية ونصبوا الخيمة وعملوا منها قضية سياسية وتواصل مع كل الجهات إلى أن روجوا لها وحاولوا أنهم يعملوا منها قضية جنائية. وانتهت حينها القضية بأن ألزمت النيابة الجهات المختصة حينها بأنها أحد أمرين، يا أن تشرح الجثة ويحدد سبب الوفاة، أو أن تحفظ لعدم وجود دليل مادي أو لعدم كفاية الأدلة. كانوا يدعون في الجندي أنه هذا اللي هو السجان بأنه مسجون في السجن المركزي بأمر قضائي، لم يكن هناك أمر قضائي. هذا الجندي أو السجان كان موقوف بأوامر من اللجنة الأمنية حينها أثناء فترة خليجي 20، وتم الاتفاق حينها مع اللجنة الأمنية على أن يتم استيقافه لرفع الخيمة التي كانت موجودة إلى أن ينتهي خليج 20، وبالتالي تحل المشكلة أو تسير القضية في القضاء بحسب ما يراه النيابة والمحكمة. أنت أطلقت سراحه؟ لم أطلق سراحه لأنه ليس موقوف، ليس مسجون أصلا، هو كان موقوف عند أو بالأصح مكلف مع مدير السجن المركزي تحفظا عليه من أنه كانوا يدعوا أو يتهموا أو يروجوا على أنه قد يستهدف من الطرف الآخر إذا استمر تواجده في إدارة البحث الجنائي. لكن أستاذ عبد الله، يعني البعض يقول أنه رفع عليك أنت كشخص كشخصية، من حقهم أنهم يرفعوا؟ ليس يعني فقط في عدن، يعني أقصد في عدن في تعز رفعوا عليك دعاوى قضائية. يا سيدي أنا أشتي أقول لك أنت والأخوة المشاهدين، القضاء من حقه أن يقبل أي دعوة، من حقي أن أرفع دعوة عليك أو أن ترفع دعوة علي أو أي مواطن يرفع دعوة على الآخر. لا ينكر، هي إنكار العدالة إذا ما قبلوش الدعوة. لكن ليست هي قضايا رفعت عليك حتى في الداخل، يعني يقول هنالك من المحامين من يرفع عليك قضايا دولية في قضايا جرائم ضد الإنسانية ضدك أنت كشخص، يعني أنت حسبت قضيتك ليست محلية، قضية أصبحت شيء قضية دولية بصراحة. يعني أنا أتابع ألا تقلق من هذه القضايا مرفوعة ضدك، أم أنه يوجد لديك ضمانات يعني تحميك من أي دعوة ترفع ضدك؟ يا سيدي نحن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وضمائرنا وواجبنا الديني حتم علينا أن نكون أيضا صامدين وأن لا نهتز من ما يروج له، لأن لو كل موظف يؤدي واجبه بأمانة وبإخلاص سمع لمثل هذه وألتفت لمثل هذه الإشاعات والترويجات الإعلامية لما عمل واحد. الساحة هذه علقوا فيها قوائم بما سمي بقائمة العار للبرلمانيين الذين وافقوا أو أقروا قانون الطوارئ، وقائمة أخرى للموظفين سموها القائمة السوداء للموظفين الذين لا زالوا يشتغلوا مع النظام أو السلطة السامية، وقائمة ثالثة عدة قوائم. يعني استخدموا أساليب كما قال أحد الأخوان أنه يعني هذه الساحات سماها الفاتيكان، وقال أنها دويلات مصغرة داخل الدولة كشفت عن أساليب من يتحدثون عن الدولة المدنية القادمة.